ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن أعجب ما مر بي في هذا الباب مقولة من رجل منسوب إلى الدعوة، وهي مقولة غريبة عجيبة إلحادية، فهو يتكلم عن الحرية لما بدأ ما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع الغربي. تكلم عن الحرية ويعني بيّن أن الدين الإسلامي يدعو إلى الحرية، ومعنى الحرية هي الانفلات من جميع القيود، افعل ما بدا لك، افعل ما شئت، لا تتدين، افعل ما بدا لك، هذه الحرية عند هؤلاء. وقد أكد على قوله هذا بقوله، وهو نص عبارته: اعترض على كل شيء، اعترض على الله، اعترض على رسول الله، اعترض على الدين، لكن المهم أنك لا تسب، عليك أن تتجنب السب، فإذا ما تجنبت السب اعترض على من شئت، ولو على الله أو على رسوله أو على دينه، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبوادر الإلحاد من أعظم أسبابها عند الغرب أن القساوسة ومن يقف معهم من حكام أوروبا كانوا يمنعون أي علم مادي ولو كان مفيدا، يمنعون أي علم مادي ولو كان مفيدا، فقد يمنعون الهندسة والطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات ونحو ذلك من العلوم التي برز فيها المسلمون يوم أن كانوا يحكمون دينهم ويعملون بدينهم، فلما ضعف الدين عندهم وثب أولئك على هذه العلوم وبرزوا فيها وضعف فيها المسلمون، بينما كانوا عالة على المسلمين في القرون الوسطى وقبل أن القرون الأولى وقبل أن يعني يضعف المسلمون ويتسلط عليهم أعداؤهم. يذكر أن هارون الرشيد أرسل ساعة دقاقة تسير بالماء لمعرفة الوقت إلى شارل مارتل ملك فرنسا آنذاك، فقال هذا مندهشا، قال: إن هذا لمن سحر العرب، إن هذا لمن سحر العرب. وصار الأمر الآن معكوسا، صار الأمر معكوسا. لما شدد القصص وزعماء الديانة النصرانية والكهنة المتسلطون في أوروبا، لما يعني شددوا على العلوم، على هذه العلوم، ورأوا أنها نوع من الهرطقة، والهرطقة عندهم ما هي؟ هي البدعة، البدعة في الدين، ورأوا أن تلك العلوم لو انتشرت سوف تقضي على مكانة هؤلاء القساوسة الكذابين المحرفين لدين الله سبحانه وتعالى، ولذلك شددوا بل أعدموا وقتلوا بعض من برزوا في تلك العلوم، قتلوا وأعدموا بعض من برز في تلك العلوم، شنقوهم أو سجنوهم حتى الموت أو نكلوا بهم، فبقيت أوروبا جامدة إلى ما قبل نحو 5 قرون، كانوا يرون كل شيء من العلوم المادية كفرا وهرطقة وبدعة يعاقبون عليها. لما ضعف المسلمون
وضعف ديانتهم وتفرقت كلمتهم وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم، تنبه المفكرون في الغرب إلى أن سبب تأخر أوروبا عن ركب الحضارة الإسلامية والتقدم إنما هو الدين، الدين، وقد صدقوا بالنسبة لدينهم، لأنه دين ماذا؟ محرف ومبدل، ليس هو دين الله، ليس هو دين الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وإن كانت فيه بقايا، لكن في الجملة هو محرف ومبدل ومغير، يقوم على التثليث، الأب والابن وروح القدس. لما شعر المفكرون الغربيون ومن تمكنوا من المادة العلمية ومن العلوم المادية حرضوا ضد هذا الدين، ورأوا أن هذا الدين رجعية، وأنه هو الذي حرمهم من التقدم والحضارة، وأنه الذي حرمهم من التقدم والحضارة، فقامت الثورات الأوروبية وعلى رأسها الثورة الفرنسية التي قامت على اشنقوا آخر قسيس آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، فقضوا ثاروا على دينهم المحرف المبدل، الدين النصراني الذي يقوم على التثليث والذي يحرم على أهله جميع العلوم الكونية المفيدة للبشرية، المفيدة للبشرية، فنهضوا هذه النهضة في تلك العلوم المادية. بعض ضعاف المسلمين ضعاف الإيمان قلدوا اليهود والنصارى بدعوى أن الدين هو سبب التأخر، وأنهم لم يلحقوا بركب الحضارة الأوروبية بسبب تمسكهم بدينهم، فأخذوا يتخلون عنه. وزين لهم الطواغيت من الشيوعيين أو الماديين أو الفلاسفة تلك النظرية أو ذلكم المذهب، وهو الذي بدأ بفصل الدين عن ماذا؟ عن الحياة، وفصل الدين عن الدولة. فهنا ظنوا أن هذا هو سبب التأخر، تقليدا لمن؟ لليهود والنصارى. نعم، اليهود والنصارى سبب تأخرهم تلك القيود التي فرضها عليهم القساوسة والكهنة، لكن المسلمين يوم أن كانوا متمسكين بدينهم فاقوا سائر الأمم وتقدموا وتحضروا واخترعوا وبدعوا وصاروا سادة العالم، واندهش الناس لمخترعاتهم. في الأندلس هناك يعني بدائع عجيبة من آثار المسلمين يوم أن كانوا قائمين على الدين الصحيح. يقال إن هناك نافورة عبارة عن صورة أسد، يدخل الماء منه ويخرج بشكل نافورة تلقائيا، بدون ماذا؟ بدون آلات، بدون كهرباء، بدون أي شيء. الأوروبيون خربوه ليفعلوا مثله، أو حاولوا أن يقلدوه، فبقي خاربا إلى يومنا هذا. فإذا القضية يعني أن بعض المسلمين أو بعض المنتسبين إلى الإسلام زعموا أن سبب تأخرهم هو ذلكم الدين، قياسا على دين النصارى، وفات هؤلاء أن الدين هو سبب جمع كلمتهم وسبب تقدمهم وسبب انتصارهم على أعدائهم وسبب خذلان أعدائهم وسبب تقدمهم وحضارتهم. لكن لما وجد وانتشر الاستعمار واستولوا على
بلاد المسلمين بلدا بلدا وتغلغلوا فيه في بلاد المسلمين واستعمرت جميع البلاد إلا من إلا القلة القليلة، فعندها تأثروا بتلك الحرية المزعومة وبإبعاد الدين عن الحياة. فنتج عن ذلك الإلحاد بنوعيه الشيوعي والعلماني الذي يقرب من هذا الأمر أيضا، الشيوعي الذي يقول لا إله والحياة مادة كما هي نظرية ماركس ونظرية لينين ونظرية ستالين ونظرية الذي كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، واستعبدوا بلاد المسلمين واستعمروها ونشروا هذا المذهب الخبيث بين ربوعها. وكذلك حتى الذين لم يعتنقوا الشيوعية إلا أنهم أيضا فصلوا الدين عن الحياة وفصلوا الدين عن الدولة، وزعموا أن الدين عقبة في سبيل التقدم قياسا على دين اليهود والنصارى المحرف. ولو أنهم تأملوا وتدبروا هذا الدين لوجدوا أنهم يعينهم على كل تقدم علمي تجريبي صحيح، خلافا للنظريات، النظريات قد يعني تذهب وتجيء، لكن يعني العلم التجريبي الصحيح من هندسة وطب وكيمياء وفيزياء وما إلى ذلك، فهذا الدين لا يعارض هذا، وإنما يعارض بعض النظريات التي جاء بها أولئك الملحدون مثل نظرية الارتقاء والتطور المسمى بنظرية داروين اليهودي، الذي زعم بأن أصل الإنسان أصلا في البداية عبارة عن يعني ميكروب أو جرثومة، ثم تطور فصار سمكة، ثم تطور فصار قردا، ثم تطور فصار ماذا؟ إنسانا. ولذلك هذه النظرية التي تدرس للأسف في الثانويات وفي المراحل الثانوية في مدارسنا أو في بعض مدارسنا أنكرها حتى الكفار الأوروبيون الغربيون أنكروها. هناك رجل مستشرق أظن اسمه أندريجي، هذا يقول أن المعروف أن الناس من آدم وآدم من تراب، ولا نعترف بهذه النظرية الارتقاء والتطور، اللهم إلا إن كان داروين نفسه هو قرد فهذا قد يكون، يعني هذا يقوله والحق ما شهدت به الأعداء. فهذا هو الذي وصل به الحال إلى من قلد أعداء الإسلام من المسلمين، والذين حصروا الدين في المساجد أو حصروه في بعض الأمور، وحتى المناهج الدراسية غزيت، فأصبحت في كثير من بلاد المسلمين لا يدرس الدين إلا بعض الأخلاقيات وبعض الأشياء التي قد يتفق معنا عليها حتى من؟ حتى الكفار، بينما لا تدرس العقيدة ولا تدرس الأحكام الشرعية ولا تدرس الحدود وما إلى ذلك، كل هذا قد فصل عن التدريس في بعض بلاد أو في أكثر بلاد المسلمين وللأسف. فتغلغل هذا الإلحاد حتى غزا مدارسنا، إن وجد عندهم شيء من العلوم الدينية فهي بعض المبادئ التي قد من مثلا الصدق والعفاف ومثلا الأخلاق الطيبة والوفاء بالعهد وما إلى ذلك والوعد، وهذه أمور قد يتفق معنا عليها حتى بعض الكافرين.